أستاذ الو، السلام عليكم. وعليكم السلام. أستاذ أنا من فين؟ من بلاد وحرة. نعم، مرحبا بك، تفضلي. تفضل. استفسرنا مستشفى قضاء القضية. تفضلي. احنا عندي اخت الزوج تاعي. نعم أنا نعم اخت الزوج تاعي ذاهبة لزوجته. اخ زوجك. اخ زوجي ذاهبة نص كما نقولوا الحوش تاعنا، دايره هيبه لمرته. دار هيبه لزوجته، الامر عادي. وين هو وين هو وين هو المشكل؟ استاذ وزوجته دارت كل هيبه لخوها فوتتها. عادي جدا، وين راح المشكل؟ وهذا الساعتين كان في نزاع زوج تاعي مع اخوه. ولكن كون كاين نزاع ما يقدرش يكتبوها، لانه باش يكتب يدير الهبه لازم يجيب الشهاده السلبيه النيجاتيف اللي ما يشوف ما فيه ولا مشكله في النيجاتيف يقدر يدير الهبه. الهبه هي كانه عقد بيع بدون عوض، يعني هو عقد بيع بدون مقابل. استاذ تسمح لي دقيقه؟ نعم. النقل الملكيه الهبه تاع داير باللي امه دايرت له هبه لي، وهو غير نقل الملكيه بالولد تاع امه. نقل الملكية. نعم. هو الرقم تاع نقل الملكية دايره له النوتير في الهيبة بينه وبين امه. كاين هذا الانسان، هذا اخ زوجك، عنده ملكية باسمه. عنده ملكية، هو نقل الملكية دار الولد تاعه امه. لحظة لحظة لحظة، عنده ملكية باسمه. نقل الملكية كانت على امه. خليني من نقل الملكية، عنده ملكية باسمه، عنده حاجة عقد باسمه. لو كان ما عندوش عقد باسمه ما يقدرش يدير هبه لزوجته. استاذ تسمح لي دقيقه؟ شوف نص يا سيدتي، انت حبيتي تفهميني فكره، انا نحكي معك بالقانون. هذا لو كان ما عندوش عقد باسمه اخ زوجك ما يقدرش يدير هبه لزوجته. استاذ بصح الهبه دارها له نوتير، زعما مه دارت له الهبه لي، ومن بعد دارت له الهبه ليه، هو دارها لزوجته وزوجته. بصح امه ما دارتلهش الهبه، امه ماتت في الساكن ولي، هو داروا له الهبه بينه وبين امه في اكتوبر 10 اكتوبر. ما سؤالك مباشرة وشنو هو؟ الدمك عن طريق نقل الملكية، ما دارش عن الهبة تاع امه. وش عليه نقل الملكية أو هبة تاع أمه أو أي طريقة أخرى، المهم أنه هو أصبح خطأ قلنا الأستاذ. مش من وحنا اللي تعمل قلنا عندكم خطأ، كيف ناخذ الملكية؟ رحتوا رحتوا للقضاء؟ ضام الشهادة النوتير بلي غلط. رحتوا للقضاء أو ما رحتوش؟ رحنا للقضاء، القضاء قلنا قلنا لك تسلموه. وش قال والقضاء؟ والقضاء وش قال؟ سجلنا القضاء، القضاء قلنا الهبة صحيحة. خلاص، يعني القضاء رفض لكم الدعوة. واه رفض لكم الدعوة، درتوا استئناف؟ ورينا له البطاقة السلبية. لا، درتوا استئناف ولا ما درتوش؟ أنا عندي أستاذ. عملتوا استئناف في الحكم هذا؟ واه درنا استئناف. واه وش واش قال لكم المجلس؟ واش قال لكم المجلس؟ عندنا لوكا عندنا يفوتوا هنا. مازالت القضية تمشي قيد الاستئناف؟ مازالت الاستئناف، ما غادي عاد تبدا في الاستئناف. نعم، دوك نجاوبك. قضية لم يفصل فيها بعد أمام مجلس قضاء وهران على ما أظن. الأمر يتعلق بأن أخ زوجك عنده عقد ملكية، ما يهمناش شقة، فيلا، مزرعة، أي شيء آخر. تصرف، لأنه مستحيل ينقل الملكية عن طريق الهبة إلى زوجته لو لم يكن العقار خالي أو صافي من أي نزاعات، لأنه الموثق يجيب شهادة سلبية تعود على الأقل إلى 6 أشهر، يشوف الشهادة السلبية يلقى فيها ما فيها معارضة، ما فيها قضية في المحكمة، ما فيها تصرف، ما فيها بيع، ما فيها شراء، ما فيها ولا شيء، الشهادة السلبية ما فيها ولا شيء. الآن الموثق يدير نقل الملكية عن طريق الهبة من زوج إلى زوجته. الهبة هي نقل الملكية كأنها عقد بيع ولكن بدون عوض، بدون مقابل، نهبك كفعل رضائي، عمل رضائي. الزوجة هذه تصرفت أيضا في هذه الملكية عن طريق عقد هبة آخر لشخص آخر. القانون لا يمنع انتقال الملكية من شخص إلى آخر عن طريق البيع أو عن طريق الهبة أو عن أي طريقة من طرق اللي يسمح بها القانون. لأن أنت تنزعي في أصل الملكية أو في طريق نقل الملكية، عرضت النزاع على المحكمة، رفضت الأمر، عرضته على المجلس، ما نعرفوش كثير من التفاصيل،
ولكن المحكمة اعتبرت عقد الهبة صحيح اللي تبنت عليه كل المعاملات العقارية. عليكم الآن أنكم تقنعوا المجلس بوجود أخطاء أو بوجود تفاصيل قد تجعل من كل هذه العقود باطلة على أساس أنها بنيت على إجراءات باطلة. يعني هذا يقع على عاتقكم أنتم. طبعا كما تقولي المحامي تاعنا قلنا وجود أخطاء، ما قدرناش نعرفوا التفاصيل هذه لأنها تطلب كثير من الوقت، ومع ذلك المجلس سيفصل في هذا النزاع طبقا للقانون على أساس أنه ربما يعتبر أن كل المعاملات اللي تمت على هذا العقار صحيحة، أو ربما يعود يرجع إلى الخلف ويصحح الإجراءات إذا وجدت أخطاء برفض هذه الإجراءات، ومن ثم إلغاء العقد اللي أنتم درتوه محل دعوة قضائية. ينتهي وقت البرنامج، نلتقي إن شاء الله في قادم الأعداد، ننتظر اتصالاتكم على الرقم الظاهر أسفل الشاشة. شكرا طبعا على الثقة لكل الذين يتصلون بالبرنامج، شكرا على كل الذين طبعا يطرحون انشغالاتهم على البرنامج أيضا، ننتظر اتصالاتكم. شكرا طبعا بصفة خاصة لكل الجزائريين المقيمين في الخارج اللي يرسلوا البرنامج، طبعا مشكورين جدا المواطنون الذين يضعون ثقتهم في البرنامج ككل مرة نقول، لأنه مسؤولية كبيرة أن تجيب وتوجه الكثير من الأشخاص بخصوص حقوق يعتبرونها ضائعة. شكرا، إلى اللقاء في العدد القادم إن شاء الله.